لو كنت بيتهوفن فور وان داي وات وود يو دو؟ سؤال صعب قوي، مش هنلعب اللعبه دي، بحبهم كلهم. اسمي هشام جاب، قائد اوركسترا ومؤلف موسيقي ومدير فني. ألفت مؤلفات كتيرة، منها ميوزيكلز، مسرحيات موسيقية كتير، مؤلفات سيمفونية، وكمان عملت موسيقى تصويرية لعشرات من الأفلام الروائية الطويلة. المقطوعة اللي أحب أبدأ يومي بيها هي بالتأكيد الصباح بتاعت إدوارد جريك، مقطوعة كلاسيكية أتمنى أكون أنا اللي ألفتها تقريبا كلهم. دايما بشعر بالتواضع الشديد لما بكون بقود مقطوعات كلاسيكية لفنانين كبار، وطبعا بيبقى عندي رغبة شديدة أن أنا أقدر أوصل هذا الجمال اللي أنا بقوده. فبالتأكيد عدد لا نهائي من الأعمال اللي هكون بتمنى أن أنا اللي أكون ألفتها.